النادي الأهلي نادي الفجيرة احتفالا باليوبيل الذهبي وبعد مرور 50 عاما على إنشاء نادي الفجيرة الإماراتي. كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي الأستاذ محمد ناصر، وبالطبع هو الرئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الإماراتي، وكان هناك استقبال على أعلى مستوى من مسؤولي نادي الفجيرة لبعثة فريق النادي الأهلي، وبالطبع مع الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق النادي الأهلي. ويمكن بعثة فريق النادي الأهلي توجهت اليوم إلى الإمارات ببعثة قوامها 15 لاعب استعدادا لهذه المباراة الهامة. في الساعات الأخيرة أو في اللحظات الأخيرة كان من المقرر اصطحاب طبعا وليد سليمان، لكن لظروف خاصة بمرض ابنته بالتأكيد تعذر سفره مع بعثة فريق النادي الأهلي. أمور كثيرة جدا ممكن نتكلم عليها محمد حول بعثة فريق النادي الأهلي والاستقبال الأكثر من رائع للفريق سواء في مطار الفجيرة أو حتى داخل فندق الإقامة، لأن حتى الاستقبال داخل فندق الإقامة عكس ما كنا نتوقع بمراحل كثيرة. عايز اقول لك الاوتيل وكانه سمي على فندق اقامه فريق النادي الاهلي باسم فريق النادي الاهلي. اول ما تدخل من باب الاوتيل شعار النادي الاهلي متواجد في الريسبشن في اللوبي الخاص بالاوتيل. عدد بطولات الاهلي اللي احرزها على بمدار تاريخه سواء البطولات المحليه والبطولات القاريه مرسومه على جدران الحائط ومكتوبه عدد البطولات اللي احرزها فريق النادي الاهلي. احتفاليه خاصه لان الاهلي حقق بطوله الدوري والنجمه الرابعه. حتى في الادوار الفندق يمكن الفندق اللي يقيم فيه اللي بيقيم فيه بعثة فريق النادي الأهلي حوالي 16 دور، في كل دور الإذاعة الداخلية والسماعات الداخلية الخاصة بالساوند في الأوتيل كلها شغالة أغاني لفريق النادي الأهلي. الكبير من المطربين اللي أحيوا العديد والعديد من الحفلات والأغاني الخاصة بالنادي الأهلي سواء في الفترات السابقة الفترات الزمنية من سنوات سابقة أو حتى الفترات الحالية. فهذه اللحظات وأنا معاك يا محمد داخل نادي الفجيرة والتمرين الخاص بفريق النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة. لكن سريعا أنا معايا لقاء مهم جدا لأحد الأشخاص المسؤولين المصريين الموجودين هنا في الإمارات، وأيضا هو بيشغل مدير استاد نادي الفجيرة وهو نجم الكرة المصرية ونجم نادي دمياط اللي احترف هنا في نادي الفجيرة الإماراتي عام 76 الكابتن العربي الخضري. كابتن عربي برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، واحنا سعداء بوجودنا معاك لأنك أحد العلامات الرياضية المصرية المتواجد هنا في إمارة الفجيرة وبتدير أو مسؤول عن استاد المباراة. أولا برحب بيك. احنا بنقول الحمد لله على السلامة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الأول والحمد لله على السلامة. واحنا بقالنا طبعا برغم احنا عندنا بطولة الدوري وماشيين ان شاء الله من الاوائل وباذن الله نصعد ومعانا مارادونا، بنستنين اليوم ده بقالنا 10 ايام بنستعد ليه وبنستادنا والفنادقنا ومن توصيه خاصه من شيوخنا الشيخ حمد حاكم الاماره بنفسه موصي توصيه خاصه والشيخ محمد ولي العهد والشيخ راشد والشيخ مكتوم طبعا رئيس النادي بنفسه كل يوم موصينا على الاستقبال وعلى الطياره والاستقبال الكويس دول والاستعداد في التدريب واستعدادنا للمباراه طبعا اللي هي طبعا باليوبيل الذهبي اللي احنا حضرته ثلاث ارباعنا هنا طبعا اول اجنبي جه هنا وفرحانين زي ما انت شايف جمهورنا والبلد كلها فرحانه وبنقول للنادي الاهلي الف الف مبروك للدوري عقبال افريقيا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي و ملعب المباراه اللي هيستضيف المباراه ملعب المباراه بياخد 11000 استعدادا ليه طبعا معمول كل الترتيبات جمهور كاين جمهور من جميع اللي مش عاوز اقول لك الخليج والبلاد العربيه جايين وان شاء الله هيبقى في مهرجان برنامج اليوم بقى برنامج يوم المباراه يبقى ازاي؟ برنامج المباراه طبعا المباراه هتبتدي الساعه 5:30 باذن الله توقيت الامارات باذن الله، بعد كده بيتعمل حفل كبير موجود نجم مصر طبعا ونجم الشباب تامر حسني وفي حداد وفي من الامارات عوض الهالي، يعني في مجموعه مطربين ما عمل حسابها لهذا اليوم الجميل اللي احنا مستنينه بقالنا سنين الحقيقه. المباراه تبقى الساعه 5:30 بتوقيت الامارات 3:30 بتوقيت القاهره بالظبط 5:30 بتوقيت الامارات. في بعض النجوم مشتركين معانا عموري طبعا نجم منتخب الامارات وعلي مبخوت ويمكن اسماعيل مطر وفي بعض اللعيبه بتبقى مناسبه كويسه وجايين يحتفلوا معانا باليوم الجميل ويحتفلوا بالنادي الاهلي وجمهور الاهلي عندنا في الامارات. كابتن العرب الخضر انا بشكرك شكرا جزيلا ومتواصلين معاك ودايما بالتوفيق يا رب. انا بشكركم مشرفينا واحنا اي خدمات وربنا يخليكم اليوم مبروك ولكم ولمصر والامه العربيه كمان شكرا جزيلاً.